تعلمنا سابقا خطط حل المسألة، ومنها رسم صورة والبحث عن نمط وكذلك الجدول. في هذا الدرس سنتعلم اختيار الخطة المناسبة لحل المسألة. في معطيات هذه المسألة يزيد وزن الدب الأسود عن وزن الغوريلا 11 كيلوغراما، حيث تصنف الغوريلا والأسد من الحيوانات الضخمة، فيبلغ وزن الغوريلا 181 كيلوغراما ووزن الاسد 200 كيلوغرام والمطلوب وزن الدب الاسود ومن انسب الخطط لحل المساله هو ان نقوم بانشاء جدول كما يظهر هنا وبالتالي وزن الدب الاسود 192 كيلوغراما وللتحقق من صحه الحل نضيف 11 لوزن الغوريلا فيساوي 192 وبالتالي الإجابة صحيحة مثال من واقع الحياة تبلغ سرعة الفهد في الساعة 112 كيلومترا بينما تبلغ سرعة الأرنب في الساعة 56 كيلومترا وبتطبيق ما تعلمناه في درسنا وباستخدام خطه البحث عن نمط نجد ان الارنب يحتاج اربع ساعات ليقطع المسافه التي يقطعها الفهد في ساعتين يعلمنا هذا الدرس طريقه اختيار خطه مناسبه لحل المساله